الوفد الأمني الروسي يشيد بالإجراءات الأمنية في مطار القاهرة الدولي. بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، المحافظة تفتح أبوابها أمام الزائرين من جديد بعد إغلاق دام عدة أعوام. والقبض على فرد تكفيري وضبط ثلاث عبوات ناسفة في حملة أمنية بشمال سيناء. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بك لبنى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وإلى التفاصيل، أشاد الوفد الأمني الروسي الذي يزور مصر حاليا لمتابعة إجراءات التأمين بالمطارات لعودة الطيران بين البلدين بإجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولي، خاصة أجهزة البصمة البيومترية التي تم تركيبها وتشغيلها بمبنى 2 الجديد بالمطار. وأجرى الوفد تفتيشه على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، وعقد اجتماعا مع المسؤولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار. أكد خلاله أنه تم تلافي كثير من الملاحظات التي تم تدوينها في فبراير الماضي، وسيتم كتابة تقرير مفصل عن النجاحات في الإجراءات الأمنية ورفعه للحكومة الروسية، وذلك استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في 31 من أكتوبر من عام 2015 في سيناء. استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة مصر للطيران الجديدة ضمن صفقة التسع طائرات التي تعاقدت عليها الشركة من طراز بيونغ بقيمة مليار دولار لتحديث الأسطول. وبوصول الطائرة يتبقى لمصر للطيران ثلاث طائرات يتم استلامها على مدار الشهور المقبلة، وتعد هذه الطائرة رقم 26 من هذا الطراز من أسطول الشركة، والذي يعد الأكثر رواجا ومبيعا في عائلة بيونغ 737 من الجيل الجديد. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن اللواء جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقا. مرحبا بك سيادة اللواء، اليوم استقبال هذه الطائرة، فلتحدثنا سيادة اللواء عن الإجراءات المتبعة اليوم لاستقبال هذه الطائرة الجديدة التي ستنضم للأسطول المصري الجديد في الطائرات. هو زي ما حضرتك عارفة أن في اقتصاديات تشغيل أي شركة طيران وفي ظل التنافس لابد أن يكون في كل شركة طيارات متوسطة المدى وطيارات بعيدة المدى. الطيارات البوينغ 737-800 هي أحد تسع طيارات، وهي الطيارة السادسة والمفروض باقي الطيارات تصل هذا العام. ودي طيارات متوسطة المدى طبعا ليها اقتصاديات في التشغيل، بتوفر في الوقود، فيها يعني المسافات بين الكراسي مسافات متسعه، فيها راحه للراكب، فدي طبعا بتحدث الاسطول الطيران للشركه، يعني اللي هو بيصل حوالي 66 طياره، واعتقد حوالي 26 طياره من هذا الطراز. طبعا ده عشان يوصل بالعمر المتوسط لاسطول الشركه يعني الى 6 سنوات، بيحاول ان هو يوصله الى 6 سنوات، وده طبعا يعني اي شركه حديثه واي شركه متطوره بتحاول انها تصل الى هذا العمر للطيارات يعني. طبعا وصول الطياره بتاعت النهارده ده يعني بيصل بمصر الطيران الى درجه عاليه تنافسيه، لان طبعا بيبقى في عدد كبير دلوقتي من الطيارات حديثه. النهارده طبعا كان وصول الطياره السادسه من الولايات المتحده الامريكيه. نعم، يعني على اثر حديثك سياده اللواء بان بوصول هذا الاسطول وتحديدا هذه الطائره الاخيره يكون يعني شركه مصر للطيران لديها اسطول ضخم وكبير ينافس يعني السلع العالميه في هذا الشان، اذا ما ينقص الان شركه مصر للطيران بعيد هذه او بعيد هذا التحديث الجديد؟ هو طبعا يعني في ظل التنافس طبعا بيبقى لابد باستمرار يبقى في تحسين مستمر وفي تطوير.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيادة اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات. سابقا نشكرك جزيل الشكر. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم إثر حادث تصادم بحافلة بسيارة تريلا بالكيلو 25 على طريق العلمين وادي النطرون في الاتجاه لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى العلمين المركزي وتوالت نيابة التحقيق. وكان مدير أمن مطروح تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي بدخول 4 جثث وجميعهم من القاهرة و20 مصابا بإصابات متنوعة ومتفرقة بجميع أنحاء الجسم، وإخطارا آخر من مستشفى الحمام المركزي بوصول جثتين. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر بذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثث. تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط فرد تكفيري يستقل عربة دفع أو عربة ربع نقل بوسط سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير عدد 3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك. وفي سياق آخر، تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط عربة ربع نقل بداخلها كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر. هذا وطول تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانية تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر والقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء. تمكنت قوات الأمن بمحافظة قنا من ضبط 337 قطعة سلاح ناري بحوزة 188 متهما. وأسفرت الحملات الأمنية التي استمرت على مدار 3 أسابيع عن مقتل 2 من العناصر المسجلة خطر خلال مواجهات مع الأمن، وتم ضبط آخر وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و43 طلقة نارية لذات العيار، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية. أصدر مدير مكتبة الأسكندرية مصطفى الفقي قرارا بعودة مكتبة الأسكندرية للافتتاح اليوم مرة أخرى بعد أن أغلقت عقب ثورة يناير عام 2011. وجاء قرار الفقي نتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد واستجابة لرغبة الباحثين في الأسكندرية ومصر، وكذلك الباحثين العرب والأجانب المترددين على مكتبة الأسكندرية في عودة المكتبة للعمل مرة أخرى خلال العطلة الأسبوعية يوم الجمعة. وأكد الفقي أن المكتبة ستشهد خلال الفترة المقبلة إعادة رسم سياسات التزويد بالكتب العربية والأجنبية بعد دراسة مسحية لاحتياجات الباحثين في مصر والمنطقة العربية من الكتب والدوريات والدراسات والأبحاث. تعد مكتبة الإسكندرية واحدة من أشهر المكتبات في المنطقة والعالم، حيث تقدم المعلومات في كل صورها للجمهور من خلال مجموعات الكتب والدوريات والخرائط والمخطوطات والوسائط المتعددة والمصادر الإلكترونية. هي تحفة معمارية ومركز لنشر وإنتاج الثقافة والعلم. مكتبة الإسكندرية حيث العراق والأصالة وأعظم الإنجازات في مجال نشر الثقافة والفكر. أنشئت المكتبة القديمة على يد خلفاء الإسكندر الأكبر، حيث أمر بطليموس الأول بوضع لبناتها الأولى في عام 330 قبل الميلاد. يبلغ ارتفاع المكتبة 10 طوابق، وهي مغطاة بغلاف بيضاوي، وتقع جميع المستويات السفلية تحت سطح الماء، كما أن جسم المبنى يغوص أسفل الأرض لحماية محتويات نفيسة من عوامل البيئة الخارجية. ويتميز تصميم المكتبة بسقف دائري مائل لتقليل دخول شعاع الشمس المباشر. تعرضت مكتبة الإسكندرية للعديد من الحرائق والتلفيات عبر العصور، لتولد من جديد في أكتوبر 2002 مستردة مكانتها التي تبوأتها في قديم الزمان. وتضم المكتبة بين رفوفها حاليا قرابة 2 مليون كتاب بمختلف اللغات، بالإضافة إلى المصادر الإلكترونية والتي فيها أكثر من 25,000 مجلة إلكترونية وحوالي 20,000 كتاب إلكتروني. ويعتبر مركز المؤتمرات الملحق بمكتبة الإسكندرية من أحدث ما توصل إليه فن العمارة بالنسبة لقاعات الاجتماعات، حيث بني على مساحة 5,000 متر مربع ويتسع ل9,000 شخص، ليشكل المركز والمكتبة منارة للعلم والمعرفة في خدمة مصر ومنطقة البحر المتوسط وإفريقيا والعالم.
قال اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الأسكندرية إنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومية سيتم تكريم العاملين الذين أسهموا في تجميل المحافظة تقديرا لمجهوداتهم، مشيرا إلى انتهاء الاحتفالات الرسمية يوم الأحد المقبل. كل سنة وشعب اسكندرية بخير. السنة دي بنحتفل بالعيد القومي لمحافظة اسكندرية. طبعا كل سنة بتختلف عن السنة اللي قبلها. السنة دي طبعا السنة اللي فاتت قابلتنا موكب الزهور، كان بيضايق الناس وبيعمل زحام على طريق كورنيش خاصة انه في شهر 7. فالسنة دي عملنا الموكب ضعيف، عبارة عن حنطور تميز بيه محافظة اسكندرية كأحد وسائل الترفيه والنقل المواصلات. يوم السبت ان شاء الله هيبقى فيه في قصر ثقافة الانفوشي تكريم للعاملين المتميزين في الاحياء، العاملين وليس الموظفين او المديرين، العامل اللي بيشتغل بايده سواء عامل نظافة او عامل الناس شركة المية شركة الكهرباء، كل اللي ساعدوا في تجميل اسكندرية وظهورها تم اختيارهم بعناية طبعا ان هم عاملين فقط وليس مديرين او موظفين بمعنى صح، لان دي الطبقة الكادحة اللي شغالة اللي بتشتغل بايديها. وهيتم تكريمهم بشهادة تقدير من السيد الوزير المحافظ ومبلغ مالي محترم. بعديها ان شاء الله هيبقى في حفلة برضو في مركز ثقافة الانفوشي، ثم ننهي احتفالات العيد القومي الاحتفال الرسمي، لكن في افتتاحات جاية بعد كده ان شاء الله بمكتبة اسكندرية، منارة العلم في افريقيا وفي منطقة الشرق الاوسط وفي العالم. ان شاء الله بيتعرض فيها بانوراما سياحية بتظهر جمال اسكندرية، كانت عرضت السنة اللي فاتت وعلقت للقناصل والأعضاء مجلس الشعب وللمجتمع، جميلة قوي. إن شاء الله هتتعرض، وإن شاء الله في حفل برضو قايمة بيه وزارة الثقافة في جوه داخل مكتبة اسكندرية، في شوية تعليقات هتتم في المكتبة وهيبقى نهاية الاحتفال الرسمي بالعيد القومي للمحافظة. وللمزيد معنا هاتفيا الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه. سياده المحافظ اهلا بحضرتك. في البدايه، ما هي اهم مظاهر الاحتفال، احتفال محافظه الاسكندريه بعيدها القومي؟ اهلا بحضرتك وكل سنه وشعب الاسكندريه بخير وصحه وسلام. طبعا زي ما حضرتك ذكر اللواء احمد حجازي، احنا السنه دي بنحتفل بالعيد القومي للاسكندريه، ويعني اسكندريه هذا العام العيد القومي له تميز مختلف عن كل عام، حيث تم في نفس الأسبوع عقد مؤتمر الشباب الوطني الرابع بمحافظة الإسكندرية، وأيضا يعني نتائج المؤتمر وتوصياته انتهت بالعديد من التوصيات لصالح مدينة الإسكندرية العريقة، فهناك سعادة بالغة وهناك فرحة كبيرة من المواطنين تتوافق مع فرحة الاحتفال بالعيد القومي. النهاردة هيكون عندنا حفل كبير في كباين ستانلي التي تم تجديدها بصورة يعني حافظت على رونقها وأعادتها للحياة مرة أخرى. أيضا هناك احتفالية سيتم عقدها بقصر ثقافة الأنفوشي، سيتم تكريم كل العاملين الذين ساهموا في تجميل المحافظة وتجهيزها لاحتفالات العيد القومي والاستقبال مؤتمر الشباب. وأنا من منبر حضرتك بشكر كل زملائي وكل العاملين معي في المحافظة وفي الشركات المختلفة الذين يعني بذلوا جهد كبير جدا في إظهار صورة رائعة لمحافظة الأسكندرية أثناء المؤتمر وأثناء الاحتفالات بالعيد القومي. أيضا لدينا مهرجان الآن، مهرجان فني كبير في دار الأوبرا مسرح سيد درويش، انتهى بالأمس، ثم يبتدي مهرجان جديد بداية من اليوم على مسرح كوم الدكة، المسرح التاريخي الكبير، وهذا الاحتفال ممتد لمدة أسبوع داخل مسرح كوم الدكة بصورة يومية، مطربين مختلفين بصورة يومية. يعني كل ده بنحاول ان احنا نضفي يعني رفاهية استمتاع لكل اهل اسكندرية ولكل الزائرين بالاسكندرية. طيب دكتور محمد، يعني حضرتك امرت بتشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر الشباب الذي عقد قبل يومين في الاسكندرية، ما هي طبيعة عمل هذه اللجنة وممن ستتألف؟ نعم، احنا اتيحت لنا الفرصة ان نستعرض ما تم عمله بمحافظة الاسكندرية في الفترة السابقة، وايضا التحديات التي تواجه التنمية داخل المحافظة، وايضا الرؤية المستقبلية والاولويات التنمية داخل المحافظة. والحقيقة احنا كنا عرضنا في الرؤية ان يتم تطوير المحاور المرية الهامة والتي تشمل محور المحمودية ومحور قطار ابي قير وامتداده الى برج العرب ومحور ترام الرمل
وأيضا تطوير بعض المناطق العشوائية واستكمال بناء المساكن الخاصة بنقل هذه المجتمعات أو التجمعات العشوائية لنقلها نقلة حضرية، وأيضا توسيع وزيادة الحيز العمراني لمدينة الإسكندرية حتى يمكن توسع عمراني مخصص وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقلل الكثافات داخل الإسكندرية. وقد يعني تفضل السيد الرئيس الحقيقة وأسعد كل أهل الإسكندرية بموافقته على المقترحات ووجه إلى تكثيف جهود الحكومة لتنفيذها. تم طبعا تشكيل فريق عمل لعمل كل الآليات وخطة العمل الخاصة بهذه المقترحات، وكل فريق عمل ابتدى فعلا يعني يضع الصياغة النهائية للمقترحات وآليات التنفيذ والاعتمادات المطلوبة وآلية العمل، وهيتم تقديمه طبعا إلى الحكومة وإلى رئاسة الجمهورية لإسراع عملية التنمية داخل المحافظة إن شاء الله. شكرك دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك. ولمزيد من التفاصيل أيضا حول احتفال محافظة الأسكندرية بعيدها القومي معنا مراسلنا مينا مكرم. مرحبا بك مينا. يعني الإجراءات لهذا الاحتفال والأجواء في محافظة الأسكندرية اليوم، وأيضا تكريم العاملين الذين أسهموا بشكل كبير على التطور أو تطوير وتجميل محافظة الأسكندرية، إليك مينا. بالفعل نتابع منذ أيام وحتى اليوم الجمعة احتفالات محافظة الأسكندرية بالعيد القومي للمحافظة. ابتداء من الأربعاء الماضي بدأ الاحتفال الرسمي من حفل بحضور سيد المحافظ دكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية بدار الأوبرا بمحافظة الأسكندرية، ليتبعها حتى هذا اليوم عدد من الفعاليات الكبيرة، احتفالات فنية وبعض العروض الثقافية وعدد من الفعاليات المختلفة التي تشهدها المحافظة احتفالا بالعيد القومي. كما ذكر الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية، اليوم أيضا نشهد افتتاح مشروع تجديد كبائن شاطئ ستانلي، هذا الشاطئ الشهير والذي شهد عملية إعادة ترميم وتوسيع للكبائن السياحية به لإعادة فتحها للجمهور. وكان لنا بالأمس جولة داخل هذه الكبائن وآخر اللمسات النهائية استعدادا لافتتاحها اليوم أمام الجمهور بحضور عدد كبير أيضا من مسؤولي المحافظة. نقف الآن أيضا أمام مكتبة الأسكندرية، أحد أهم الأماكن التي تشهد أيضا عدة فعاليات احتفالا بالعيد القومي، ربما أبرزها إعادة الإعلان عن إعادة فتح المكتبة أيام الجمعة بعد أن كانت تغلق في يوم الجمعة لمدة 7 سنوات تقريبا متتالية منذ ثورة 25 في عام 2011. نعم. وذلك لسبب عدم الاستقرار الأمني. الآن أعلن الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الأسكندرية عن إعادة فتح مكتبة الأسكندرية أمام الباحثين ومختلف فئات المواطنين. نعم. لرواد المكتبة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة. نعم. مشيرا الدكتور مصطفى الفقي إلى أهمية هذه. نعم. الخطوة يعني أخيرا الحديث الدائر الآن عن التحديات التي تواجه المحافظة، هل تقابلت مع أحد المسؤولين للحديث عن هذه التحديات التي تواجهها الآن؟ يعني كان لنا عدة لقاءات مع الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية وأيضا اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. وتحدثنا الأيام الماضية وتحديدا بعد مؤتمر الشباب وانتهاء فعالياته عن أبرز الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندري. بعض التوصيات الختامية أيضا التي خرجت من المؤتمر من خلال أحاديث الوزراء ومشاركتهم، يعني أكدوا على توجيه الكثير من الاهتمام في الفترة المقبلة لمحافظة الأسكندرية لمواجهة كافة الملفات والقضايا التي تواجه المحافظة. نعم. كالعقارات المخالفة، الهجرة غير الشرعية، أيضا مشكلة القمامة والسياحة الشاطئية وعودة رونقها للمحافظة. نعم. كل هذه على مائدة المسؤولين في المحافظة. صحيح. للاهتمام بها خلال شهور الصيف تحديدا. نعم، كان معنا مراسلنا مينا مكرم من محافظة الأسكندرية، نشكرك جزيل الشكر مينا. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم ولكن بعد الفاصل. تابعونا بعد قليل، تتابعون مشاهدينا الكرام.
منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمي للالتهابات الكبد، وزارة الصحة تؤكد بذلها جهودا مضنية في هذا الملف. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم من جديد. وإلى سياق نشمرة ثانية، تحتفل منظمة الصحة العالمية يوم 28 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لالتهاب الكبد لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن مكافحة التهاب الكبد الفيروسية ولمساعدة الدول الأعضاء على بلوغ أهدافها بالقضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030. العرض التالي يوضح جهود وزارة الصحة المصرية في مكافحة الفيروسات الكبدية في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من الخطط الناجحة التي اتبعتها وزارة الصحة إنشاء عدد كبير من وحدات علاج فيروسي التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بهدف توفير الخدمة الطبية لمرضى فيروسي على امتداد محافظات مصر وجمع البيانات على مدار شهور العلاج للتأكد من فعالية العلاجات الدوائية الجديدة وأيضا رصد الحالات التي لم تستجب للعلاج وتوفير علاجات دوائية أخرى مناسبة لحالتهم الصحية. ففي أغسطس لعام 2014 وحتى الآن كان عدد الوحدات العلاجية لعلاج فيروسي 26 وحدة، 5 بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية كما هو موضح على الشاشة، و3 بالإسكندرية والبحيرة، و8 بمحافظات الدلتا، و6 بمحافظات الصعيد، و4 بمدن القناة. ومن 2014 وحتى الآن تضاعف هذا العدد، عدد المراكز العلاجية من 26 علاج ومركز وحدة علاجية من 26 إلى 63 مركز علاجي موزعين كالتالي كما هو موضح على الشاشة: 19 بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، وأيضا 7 بالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، و18 بمحافظات الدلتا، وأيضا 11 مركز علاجية بمحافظات الصعيد، وأيضا 8 بمحافظات القناة. إلى جانب ذلك تم إضافة 101 مركز علاجي تابع للتأمين الصحي ضمن مراكز الفحص وعلاج مرضى فيروس سي. هذه الخطة ساهمت في توفير الأدوية الحديثة لمليون مريض وإنهاء قوائم الانتظار حاليا. وحاليا بيتم الاستفادة من الفرق الطبية المدربة للنزول إلى القرى والنجوع الطبية للكشف على الحالات واكتشاف المصابين بفيروس سي وعلاجهم بخلاف جهود وزارة الصحة والجامعات. هناك الكثير من الوزارات والهيئات الكثيرة التي تضامنت على مدار السنتين الماضيتين لنشر حملات التوعية بهذا المرض، مثل وزارة الشباب ووزارة التضامن، والتي أطلقت مؤخرا حملة اطمن على نفسك وصندوق تحيا مصر، والذي أقام عدد كبير من حملات الكشف المبكر وعلاج المرضى في الصعيد ومدن القناة ومحافظة المنيا ومحافظة البحر الأحمر، وأيضا مؤسسة الكبد المصري، والتي كانت متبنية حملة الكشف والعلاج في العديد من قرى الدلتا والجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، والتي أطلقت حملة للكشف المبكر عن الأطفال مرضى فيروسي وغيرهم الكثيرة. أي مواطن مصري مصاب بفيروس سي وبيحمل بطاقة رقم قومي يمكنه التسجيل على موقع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لحجز موعد للكشف وتلقي العلاج، وعنوان الموقع الظاهر أمامكم على الشاشة. تعد صناعة الدواء إحدى الركائز الأساسية لتطوير الخدمة الطبية في مصر وفي مكافحة فيروس سي. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفيروسات الكبدية، نستعرض في التقرير التالي تجربة دكتور مينا بخيت، المؤسس لأكثر من 65 شركة في مجال تحويل البحوث العلمية إلى أدوية ومنتجات طبية. مينا بخيت باحث مصري تمكن من إنشاء 65 شركة خارج مصر لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات طبية ودوائية، كما صنفته مجلة فوربس ضمن أفضل 30 رائد أعمال تحت سن 30 على مستوى الدول الأوروبية. من خلال عملي كباحث ابتديت ألاحظ أن معظم المنتج بتاع البحث الأكاديمي بتحول في الآخر يا إما المنشورات في الدوريات أو في المجلات الطبية،
وكان السؤال ان احنا ازاي نقدر نزود تحويل الابحاث دي لمنتجات طبيه تقدر ان هي تفيد البيشنتس. اللي احنا عرفنا نعمله ان احنا اسسنا 65 شركه في خلال السنتين اللي فاتوا دول، والشركات دي بتعمل في مجالات مختلفه، من اول اكتشاف العقاقير، عندنا برنامج لاكتشاف ادويه للسرطان وبرنامج لاكتشاف ادويه للزهايمر، لغايه حاجات ميديكال ديفايسز ودايجنوستكس، من اول حضانات دلوقتي بقت اكثر استخداما في افريقيا، لغايه تكنولوجيز نقدر نستخدمها في ان احنا نعالج الاوبئه والامراض المنتشره في ساب صحارى افريقيا زي ايبولا وزيكا اند سو. ويسعى الدكتور مينا لنقل خبراته العلمية لمصر أملاً في تطوير صناعة الدواء وخلق فرص عمل للشباب. لما جينا بصينا على الإيكو سيستم المصري لقينا إن فيه ثلاث مناطق مختلفة محتاجين إن إحنا نشتغل فيهم. المنطقة الأولانية هي طبيعة البحث العلمي بتتعمل، ولقينا إن معظم البحث لازم يتوجه في الفترة اللي جاية إن هو يبقى بحث تطبيقي، إزاي نقدر نحوله من فكرة لمنتج. المنطقة الثانية إزاي إن إحنا نقدر نقدم منتجات نقدر ننافس بيها مع صناعة البحث العلمي بره مصر، وإزاي لما المنتجات دي هتبقى متوفرة نقدر نجيب استثمارات خارجية في ظل الظروف اللي دلوقتي شايفين كلنا الترند التحويل بتاع الاستثمارات ناحية التكنولوجي. المنطقة الثالثة اللي احنا شفناها ان احنا كتير قوي مننا لما بنتري يتخرج بيبقى الفكرة ان احنا ازاي نقدر نلاقي شغل، في حين اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا ازاي نخليك تخلق الشغل. فكرة انك انت تبقى انتربرينور، فكرة انك انت تعمل شركة، فكرة انك انت تجيب لها استثمارات، فكرة انك انت تبتدي تحلم من غير حدود، هو ده بالظبط اللي احنا بنحاول نقدمه لكل العملاء والباحثين المصريين. وتعتمد خطة العمل على الاستفادة من الأبحاث في سد النقص في مجال الدواء والرعاية الصحية في مصر، وتنقسم إلى ثلاثة مراحل. اللي احنا بنتكلم فيه في المرحلة الأولى ان احنا نبتدي نعمل زي مسح شامل لكل الإمكانيات الموجودة، سواء إمكانيات بشرية وفردية من باحثين وعلماء مصريين موجودين في مصر وفي الخارج. والمرحلة الثانية ان احنا نبتدي ازاي ان احنا نقدر نجيب لهم الاستثمارات اللي هم محتاجينها، وازاي ان احنا نعمل تأسيس للشركات حوالين الأفكار بتاعتهم. والمرحلة الثالثة دي مرحلة التنفيذ، وان احنا ازاي نقدر نستغل الأصول اللي احنا عرفنا نعمل عليها ملكية فكرية، ازاي نقدر نستغل التيمز اللي اتعملت حوالين الأصول دي والشركات دي عشان خاطر تبتدي تنتج. الخطوة اللي جاية ان احنا نحول مصر لمركز ثقل استراتيجي وسياسي لصناعة البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية والمنتجات الطبية في افريقيا. للمزيد معنا عبر الهواء مباشرة دكتور اشرف عمر، استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني. اهلا بحضرتك دكتور اشرف. في البداية بمناسبة اليوم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفيروسات الكبدية، كيف تقيم جهود وزارة الصحة في مواجهة هذا الفيروس؟ الحقيقه النهارده واحنا بنحتفل باليوم العالمي للفيروسات الكبديه او ار سي، ده بنعتبره الحقيقه يوم احتفال لينا احنا هنا كمصريين، ولنجاح كبير جدا للجهود اللي اتعملت في وزاره الصحه في خلال الثلاث او اربع سنين اللي فاتت. وليكفي حضرتك انه لو هنتكلم على الاعداد اللي تم علاجها، لو هنتكلم على مستوى العالم في 2 مليون على مستوى العالم، منهم مليون تم علاجهم فعلا بالفعل في مصر. فده يدي لحضرتك فكره على كم الجهد الكبير اللي اتعمل، واللي هو كان الحقيقه كان قرار سياسي، هو الاهتمام الشديد بعلاج المرضى فيروس سي والقضاء عليه. طيب الحقيقه احنا انتقلنا كمان من فضل يا فندم اكرم. طيب احنا انتقلنا من مجرد علاج بدء في العلاج الى القضاء التام لمشكله فيروس سي في مصر الحقيقه، لانه الحقيقه في تضافرت جهود كبيره جدا في القضاء. كل الجمعيات والمؤسسات الحقيقه اتجهت في اتجاه واحد، وهو تشخيص وعلاج فيروس سي. كل ما مع اي مريض عنده فيروس سي الحقيقه سواء محتاج او مش محتاج بيتوفر له علاج فيروس سي. زي ما حضرتك اشرت في التقرير، الحقيقه كان تقرير وافي جدا على اعداد المراكز الكبيره اللي هي غطت جمهوريه مصر العربيه كلها، وفي صرف علاج فيروس سي لكل ما هو محتاج، لدرجه ان النهارده لو حضرتك بتقيم المراكز في بعض المراكز النهارده مش لاقي عيانين. فدي كانت المرحله الاولى اللي هو الماس تريتمنت أو العلاج الجماعي لكل مرضى فيروس سي. طيب بننتقل دلوقتي إلى المسح، لأن رائع دكتور. طيب بالتأكيد هناك حالات لم تستجب للعلاج العلاجات الدوائية من مجمل المرضى في مصر، ما هي نسبتهم وما هي المسارات العلاجية المقترحة له؟
انا بس يعني من خلال برنامج حضرتك انا بطمن كل المرضى الحقيقه اللي هم ما استجابوش انه العلاج علاج المنتكسين الحمد لله متوافر وهيصرف لهم فورا، ونسبه المنتكسين الحقيقه نسبه قليله جدا لا تتعدى 5 او 7% على الاكثر على اكثر تقدير الحقيقه. وعلاج المنتكسين ان شاء الله متوافر ما فيهوش اي مشكله خالص، ومن في خلال الايام اللي فاتت القليله اللي فاتت الحقيقه تم اجازه على مستوى العالم علاج عقار جديد بيشمل 3 عقارات في عقار واحد، وهو عقار الحقيقه متميز جدا وهو خاص كمان للمنتكسين. فانا بطمن كل المنتكسين ان شاء الله ان مش هيبقى فيه اي مشكله خالص في اعاده العلاج باذن الله. طيب دكتور أشرف، يمكن وزارة الصحة قد أعلنت منذ شهور عن حملات للكشف المبكر عن هذا الفيروس في صعيد مصر، ما هو تقييمك لهذه المبادرة وإلى أي مدى تسهم هذه المبادرة في خفض نسبة عدد المرضى المصابين بفيروس سي؟ ده سؤال مهم جدا، وهو ده التطور الطبيعي لمنظومة العلاج. أو العلاج ابتدى زي ما قلنا العلاج الجماعي، المرحلة التي تلي هذا الموضوع على طول هو الكشف، لأن زي ما حضرتك عارف في الكثير من الناس أو معظم الناس اللي عندهم فيروس سي ما يعرفش أنه عنده فيروس سي، بيكتشف بالصدفة لأن فيروس سي في المراحل المبكرة ملوش أي أعراض على الإطلاق. طيب بنكتشفه إزاي؟ بنعمل عملية المسح، مسح أنه في كل المؤسسات سواء الجامعات المراكز المؤسسات الكبيرة البنوك الشركات تعمل مسح، وهو تحليل بسيط جدا بياخد وقت بسيط جدا وغير مكلف. من خلال هذا التحليل بنستطيع ان احنا نقدر نعرف هل هذا الشخص عنده فيروس سي ولا لا، وبالتالي هنقدر نكتشف الاعداد الخفيه اللي عندهم فيروس سي وهنقدم لهم العلاج فورا. بالتاكيد. طيب دكتور اشرف، يمكن العلاجات زي ما حضرتك عارف هو اتفضل يا فندم اكمل. علشان نعمل يعني عشان نكون منطقيين وبنتكلم كلام علمي، القضاء على فيروس سي ما هواش علاج فقط، هو علاج دي نمرة واحد. نمرة اتنين الكشف على المرضى اللي هم اللي ما يعرفوش ان عندهم فيروس سي وهم اعداد كبيرة. نمرة تلاتة وهي برضو نقطة مهمة جدا، هو عدم أو القضاء على الالتهاب أو القضاء على انتشار المرض والوقاية من الإصابة بفيروس سي. دول الثلاث مراحل اللي لو قدرنا نحققهم فعلا في خلال السنوات القليلة القادمة هنقدر نقول إن احنا قضينا على فيروس سي فعلا. طيب فهي ثلاث مراحل. هل دكتور العلاجات الدوائية الموجودة في مصر حاليا هي جيدة؟ كيف تقيم هذه العلاجات الدوائية الموجودة ضد فيروس سي وكيف يمكن تطويرها من وجهة نظرك؟ العلاجات الموجودة الحقيقة هي أحدث علاجات في العالم، هي موجودة والحقيقة بجهود الدولة ووزارة الصحة واللجنة القومية للفيروسات الكبدية قدرنا نوفر هذه الأدوية اللي هي باهظة التكاليف بتكاليف زهيدة جدا في متناول أي مريض في مصر، وهي على أعلى مستوى من الكفاءة ونسبة كفاءتها تتعدى 95%. فالحقيقة ده بداية النجاح، هو توفير العلاج الناجح المثالي. ده قدرت الوزارة الصحة توفر العلاج المثالي الفعال اللي هو بيتعدى 95% نتيجة نسبة نجاحه، موجود متوافر في مصر بسعر في متناول. إذن بإمكاننا أن نقول أن العلاجات الدوائية المصنعة في مصر ربما تضاهي مثيلاتها المصنعة في الدول الأوروبية. دي حقيقة. النهارده مصر بقى مركز جذب لعلاج مرضى فيروس سي. بنشوف بعض المرضى بيجوا من مختلف دول العالم علشان ياخدوا علاج فيروس سي الزهيد الثمن، وممكن يقضي وقت كمان في السياحة وفي التنزه وبياخد العلاج وبيرجع بلده يعني بأسعار تكاليف بسيطة جدا يعني. طيب دكتور، يمكن في فبراير الماضي تم إطلاق حملة تور أند كير لتوفير العلاج لمرضى فيروس سي من مختلف دول العالم، كيف تقيم هذه التجربة وهل نجحت هذه التجربة حتى الآن؟ بالضبط. الحقيقة فكرة ممتازة وهامة جدا الحقيقة،
وانا بس شايف ان هي محتاجة الاهتمام اكتر من كده بكتير من وزارة السياحة. يعني كنت اتصور مثلا ان وزارة السياحة تستغل هذا في ان كل المكاتب في القنصليات وفي السفارات، في سفارات مصر وقنصليات مصر في بالخارج، تقدم ورق توشورز للدعاية على هذا الموضوع، وبتدعو الناس للسياحة في مصر، وبتدعو الناس عندهم فيروس سي ان هم ييجوا مصر هيتفسحوا وهياخدوا العلاج بتكاليف لا تتعدى يعني حاجات بسيطة جدا. فأنا شايف ان الفكرة ممتازة، لكن انا شايف انها يعني لم يكتمل نجاحها، لأنها محتاجة جهود أكبر من كده بكتير من وزارة السياحة الحقيقة. إذن دكتور أشرف، ما هي الأسباب الحقيقية لانتشار هذا الفيروس، وأكثر المحافظات التي ينتشر فيها هذا الفيروس، وأيضا يعني لو تقدم لنا النصائح للمواطنين للتجنب من الإصابة بهذا الفيروس؟ والله ده أهم سؤال حضرتك سألته النهاردة، وهو إزاي الوقاية، لأن لو ما قدرناش نعمل وقاية سيظل فيروس سي موجود ومستوطن في مصر. هي القصة كلها قدرنا نعالج وهنكتشف الناس اللي عندهم، لكن المهم انه نمنع بقى الاصابات الجديدة، ونمنع انه يبقى فيه اعادة واحد يكون خف وبعد ما خف وخد العلاج يصاب مرة تانية ومرة تالتة. دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو ما قدرناش ننجح في حملة التوعية لمنع الاصابة بفيروس سي. هتبقى مشكلة كبيرة جدا في مصر. زي ما حضرتك عارف ان فيروس سي زي فيروس بي برضو بينتقل عن طريق الدم ومشتقات الدم، فيبقى إذن لابد من عمل سيطرة على كل الحاجات اللي تنتقل عن طريق الدم، من أول السرنجات، كل الأدوات الجراحية وأدوات الدكتور السنان، وكل في مراكز التجميل اللي بيعملوا ليهم عندهم أدوات خاصة في المانيكير والباديكير والتاتو والبيرسينج والحاجات دي كلها. لابد من عمل فحص دوري للحاجات دي، لازم تكون معقمة، الشخص أو الفتاة أو السيدة تكون عندها الحاجات بتاعتها علشان نمنع ونسيطر على هذا الموضوع. في الريف وفي المناطق النائية لابد دكتور الصحة والمراكز الصحية والوحدات الصحية لابد يكون من السيطرة التامة على الأدوات الجراحية اللي هي بتنتقل عن طريقها الدم، بينتقل عن طريق الفيروس من الدم ومشتقات الدم. ده لابد ان احنا ننجح فيه، لان دي مساله حياه وموت بالنسبه لنا، ودي الاخر خطوه في نجاحنا في السيطره على انتشار فيروس سي في مصر. والمرحله الاهم علشان في الاخر في السنوات القليله القادمه نقدر نقول ان معدل الاصابه بفيروس سي في مصر في المعدلات الطبيعيه اللي هو 2% على الأكثر. طيب دكتور، مع كل ما تفضلت به، إذن أين يقع ترتيب مصر الآن في الدول التي تقدمت في علاج هذا الفيروس؟ لا طبعا لسه مصر من أعلى الدول في الإصابة، لأن كانت الإصابة عالية جدا، ولكن يعني أبا بشر حضرتك أنه في آخر مسح في عملية وزارة الصحة في 2015 النسبة قلت جدا، بقت 7%، واحنا منتظرين انها تقل اكتر من كده كمان مع الجهود، كل الجهود المبذولة اللي احنا بتتعمل دي من الوزارة ومن المجتمع المصري كله. الحقيقة متوقعين انها تنزل اكتر من كده كمان ان شاء الله. لكن لما اقول لحضرتك نجاح التجربة كبير جدا، لان زي ما قلت لحضرتك في بداية البرنامج، لما يكون في 2 مليون شخص على مستوى العالم تم علاجهم، من ضمنهم مليون في مصر، ده يعتبر إنجاز حقيقي جدا حقيقي. فعلا دكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب قصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا، ما زالت نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. ثلاث طبيبات بيطريات يفتتحن محل جزارة. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم من جديد. وإلى سياق نشرة مرة ثانية، أصدر وزير المالية عمرو الجرحي قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. تضمنت تعديلات اللائحة أن يكون منح الخصم ضريبي وفقا لعدة شرائح، وهي 80%
نسبة الخصم للشريحة الثانية، يصل صافي الدخل السنوي لها 30,000 جنيه، و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة بصافي دخل سنوي يصل إلى 45,000 جنيه، و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة التي يصل صافي دخلها سنويا 200,000 جنيه. وأقرت التعديلات أو أقرت التعديلات خصما ضريبيا يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة، حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي أعمال التشطيبات بالحديقة المركزية التي يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد على مساحة 65 فدانا وبرفقته رئيس جهاز المدينة. خلال الجولة أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمباني المطاعم والكافيتريات ومبنى الإدارة ودورات المياه وخزانات المياه وجميع أعمال التشطيبات، كما يجري العمل بالمشايات ومسارات الدرجات وأماكن لعب الأطفال. هذا وتسابق شركة المقاولون العرب الزمن لإنجاز كبر العبور الجديد بالشيخ زايد والذي يتم تنفيذه بالمدينة على وصلة دهشور لنقل الحركة من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي إلى طريق الواحات مرورا بميدان العبور. أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل 20 قطارا جديدا بالوجهين القبلي والبحري ذهابا وعودة طيلة العام. وأفادت الهيئة في بيانها أن القطارات الجديدة تشمل قطارين مكيفين بخط القاهرة أسوان والعكس، وقطارين مكيفين بخط القاهرة الإسكندرية، بالإضافة إلى قطارين ذهاب وعودة بخطوط القاهرة الإسماعيلية وطنطا والزقازيق وبنها وميت غمر وقلين وبيلة. وكما تم الدفع ب8 قطارات بخط أبو قير بالأسكندرية. ينتهي غدا تنسيق رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الثانية من التنسيق استقبلت 153,207 طالبا وطالبة. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، استعرض وزير الزراعة عبد المنعم البنا الأضاحي المتوفرة من الحيوانات الكبيرة والأغنام والماعز خلال اجتماعه بكل قطاعات الوزارة. وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم أنه سيتم الإعلان عن أسعار الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة في منتصف الأسبوع المقبل، على أن تكون تكلفتها أقل من أسعار السوق بنسبة مرضية للمواطنين في جميع المحافظات بالجمهورية. وناشد المتحدث باسم وزارة الزراعة كافة المواطنين بالتوجه للمجازر لإجراء عملية الذبح والكشف الصحي على الأضحية قبل عملية الذبح للتأكد من أن اللحوم صالحة للاستخدام الآدمي. أكد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه أن الأعمال الجارية في بحيرة المنزلة لا تتوقف من تطهير وتعميق وإزالة المخلفات، بل وتجري أعمال إنشاء الطريق الدائري حول البحيرة لحمايتها من التعديات. أعلن محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم وصول عدد من العجول السودانية سيتم توزيعها غدا على 8 وحدات محلية بنطاق المحافظة لبيعها في 8 منافذ بنطاق المحافظة. وأكد المحافظ أن سعر البيع سيكون 75 جنيها للكيلو أو لكيلو اللحم السودانية، على أن تكون أولوية التوزيع للمناطق الأكثر احتياجا وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، مشيرا إلى أنه جاري التوزيع على جميع مراكز المحافظة فور وصول دفعات جديدة. أكد وكيل وزارة التموين بالغربية سامح حنداوي ضخ 2240 طنا من المواد البترولية وطرح 49,000 أسطوانة بوتاجاز بالمحافظة. وأوضح حنداوي أنه تم ضبط 87 قضية تموينية متنوعة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة.
شهدت محافظة بني سويف افتتاح أول محل جزارة يمتلكه 3 طبيبات بيطريات حديثات التخرج في كلية الطب البيطري بالجامعة، وشهد المحل إقبالا من أهالي المدينة في يومه الأول بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الأطباء داخل المجزر. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ولن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. الوفد الأمني الروسي يشيد بالإجراءات الأمنية في مطار القاهرة الدولية. بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها أمام الزائرين من جديد بعد إغلاق دام عدة أعوام. القبض على فرد تكفيري وضبط 3 عبوات ناسفة في حملة أمنية شمال سيناء. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس الساعة، انتظرونا بعد قليل.